سلام بنات، نتمنى تكونوا لاباس ونتلاقاو في فيديو جديد هذا النهار. وهذا الفيديو غادي تكون جو بونس ويكند افيك مو ولا سامدي افيك مو. بون غنديرو ويكند افيك مو حيت جو سي با شنو هو اللي ندير، من اللي درتو غادي يكون في هاد لا فيديو هادي. دونك اول حاجه دابا راني في لانستيتو باي ميدي ماركت، في ميدي ماركت لي بارا فارماسي اللي عندنا هنايا. بريف غنجي غندير لا كريو دي بوليس، سي ديك كنت كنديرو شحال هادي اللي كيضعف بلو فخوا، دونك سي بوغ ديتخويغ ديك لا غريس اللي كتكون عندنا لداخل في الكرش ديالنا ولا في خدنا ولا في لي بواني دامور. انا فيت لي درتها شحال هادي، كنت درتها في كرشي بواني دامور انتيريور دي كويس انش، اي فرانشمون كنبان لي لو ريزولتا. اي دابا بما انني غلاضيت بزاف وكنحاول ندير اي حاجه اللي يمكن لي تضعفني، اي با وقتي رونديفو البارح، دونك اليوم غادي نمشي نديرها. بون لا كريو ها هي، درتها الكرشي ومازال غادي ندير اون اوتر سيونس. ان فيت جي بري 3 رونديفو ديك اللعبه باش نضمن راسي انني غادي نجي. لا ماشين هي هادي، اي فريمون عرفتي كتاسبيري الكرش، دونك الكرشي طالعه حتى للفوق وكيديرو فيت قلتها لكم. دونك ديز الاول كتكون سخونيه بي ابري كيبردو وكتوصل للموانس. فوالا شتي هادشي اللي هنايا، هادشي هادي كامله كرشي طالعه للفوق، شتي وا. بون دو روتور للدار، يلا تغديت، طيبت قبيله الحمى بلا غيكو، اي قالت لي ما خاصكش تاكل الخبز 3 ايام لي 3 بي ما يتنكلوش، اي دوكو كليت الحمى بلا غيكو خديتها 100 بان. سي لا بروميير فوا لي ناخذ مرقه بلا خبز سينو انا فاش وليت. هاد الكريشه هادي اللي بغينا نطيحها يا اونتر نو، ماشي غير الكريشه، راه الكريشه والفخاد بغا كلشي بوكو د كيلو اللي خاصهم يطيحوا سينو. دونك دابا البنات كياكلوا، اي قلت شنو غادي ندير؟ دي سبور، دي سبور صراحه جو دوار فير. مي بغيت نصوب سلو، بغيت نصوب الحوايج باكيه، المهم بغيت نبدا بدي تروك اللي اللي يمكن لي نخبعهم في الكونجيلاتور ولا اللي يمكننا وي اللي يمكنهم يتخبعوا في الكونجيلاتور دابا ولا نبداو ناكلو. ما عرف حدا بنات لو كيعجبني قبل رمضان ومن بعد رمضان، في رمضان ما كنقدش عليه. دونك المهم فتا لي شنو وقع باختصار، مشيت عند الجزار ما لقيتش عنده مسكه حره اللي هي لا كوم دارابي، ما لقيتهاش، عندي غير شويه. دونك بي غادي ندير سلو، اي غادي نخليكم مع لا غوسيت ديال سلو. اي الو قبل ما ندخل للدار مشيت خديت العلابي هادو، كل عام كيخصك العلابي فين غادي دير الحلوه شبيك يوصلوا. اي خديت هادو، شوف هادي ماشي غارقه بزاف باش يمكنهم يدخلوا للكونجيلاتور، حتى هادي كبيره هي طويله مي ماشي عريضه بزاف. خلاص هادو خديتهم لي تروك اللي ما يدخلوش للكونجيلاتور، ولا قلت يمكن هادي غتجيني قليله. بغيت المهم فكرت بواحد لا لوجيك نتاع انه خاصني نشري هاد الشكل وهاد الشكل وهاد الشكل. سينو لو تروك واحد اخر اللي شريت من اكسيون سي هاد لي بيتي جار هادو هكا. ايه انا قلت هادو في رمضان بحال دابا ملي كنديروا الرز بالحليب، ملي كنديروا الحليب مريه، ولا ملي كنديروا الفلان، دونك جو بريفير انني نديرهم في هذا ويتغطاو بهادي ديالهم او دو كما كنديروا في الزيفات كيبقاو ديك زلايف معديين، ولا كتغطيهم بسلوفان والسلوفان ما كيشدش مزيان. بريف بو لا كونسيرفاسيون تاع داك الشيء اللي غادي نديروا قلت هادي غتجي زوينه، ميم تيراميسو صغيور يجي فيهم زوين. اي دونك هادو انديفيديوال خديت ستة. فوالا الوغ اليوم النهار ديال سلو، واول حاجه غادي نوجدو في التحضيرات ديال رمضان. بديت بسلو حيت هو ساهل، حيت هو اللي ما فيهش تمر بزاف، مي هادشي اللي كان في بالي. مي ملي بديتو لقيت اوكي طحن هذا صوب هذا صوب هذا. دونك انا ديجا العام اللي فات بارطاجيت معكم لا روسيت ديال سلو كامله بالديتاي، دونك دابا غادي نعطيها لكم عاوتاني. مي ما نعطيكمش طريقه التحضير، ولكن هاد النوبه هادي غدير واحد التغيير في سلو اللي غادي نولي لكم دابا. سلو ديال ماما كان تيكون فيه كيلو ديال الزنجلان، كيلو ديال اللوز مسلوق ومقشر ومقلي، و نورمالمون كيلو ديال الطحين. سوف كو هاد العام هذا غادي نبدلو، ما بقينيش غنديرو كيلو ديال الطحين، درنا يلاه رابعه 250 غرام ولا 300 غرام ديال الفرس اللي تا هو خديتو وحمرتو، حمرتو حسن ديك العامه. ديك العام قلتو لي في لي كومونتير لي لا راك ما حمرتيش مزيان، هاد المره راني حمرتو حسن. فوالا دونك السلو ديالنا هاد العام غيكون فيه 250 غرام ولا رابعه ديال الفرس محمر، 100 كيلو نتاع الزنجلان اللي هو منقي ومحمر واخا شريتو غريي مي زدت حمرتو شويه، كيلو ديال اللوز اللي بحال اللي قلت لكم، نص ربعه ديال اللوز اللي غادي نديروها من الفوق حيت انا كنديرو في الطبسال ديال الفران. الوغ اونسويت غادي خصنا 400 غرام ديال السكر كلاصي، غادي خصنا 3 معلقات نتاع النافع اللي طحنتو، دونك النافع مطحون هنايا، 3 معلقات ديال القرفه
غادي خصنا هنايا سي مسكحوره لان غادي تقبطو طحنتها مع شويه ديال السكر كلاسي كويس ديال العسل. دونك هذه مازال غادي نذوبها sans oublier le beurre noisette. Donc هنايا درت 500 غرام نتاع الزبده اي الزيت اللي خلينا فيها اللوز حتى هي كنخليوها باش كنخلطو. الوغ هادو هما المقادير. طريقه التحضيرها نخليها لكم في هاد لا فيديو هذه اللي غتبان لكم هنايا لا مينياتور ديالها كيفاش دايره اي غادي نخليها لكم في الاي غتخرج لكم هنايا. دونك ابري سيرو الا بغيتيو تشوفوا اكزاكتومون كيفاش كنديروا سورتو كو اللوز كنطحنوه نوبه الاولى بزاف نوبه الثانيه شويه الزنجلان باغي. دونك باش ما تجيش هاد لا فيديو بحال ديال العام اللي فات مطوله قلت هاد لا فيديو هذه غنجمع لكم حليشتي وسلوها ودا جلبية أبلاتي. هذا الطبسل هذا خديته من أكسيون اي بون غنوري لكم ديجا. دونك هذا إلي غير ضحك تعبل كيكبرو كيصغر هو نورمالمون راه حد لهنا مي كيمكن لك تكبرو تكبرو هذا هو جوبونس هو الماكسيموم ديالو. حليشتي وجي بيان أبلاتي بدلاك درت اللوز وديكشي كامل اي هذا غادي نخليه هكا تا الغدا إن شاء الله عاد غادي نقطعو. دونك غادي نخليوه يرتاح. دابا السؤال الذي يطرحه نفسه عندي اللوز ملي صوبت البارح اللوز نتاع سلو ما صوبته ديال العقده اي السؤال واش نصوبو ماشي العقده تاع غريبه ديال اللوز ولا لا غريبه بريوه ديال اللوز واش نصوبو بريوه ديال اللوز ولا نرتاحو ولا نخرجو نتمشاو نديرو 10000 با surtout que dans mes dates Smith la cryo du police. Donc je dois boire beaucoup d'eau ou boire beaucoup d'eau mais le bel d'être la cavitation ça y est elle permet de qu'elle en fait les cellules graisseuses parce que je trouve ma bizarre bah il s'élimine dès que la graisse s'élimine la voie naturelle et y a pipi et du coup et je dois aussi marcher moyen faire un exercice physique. بون دابا انا كنقول لكم هادشي هذا كامل قلت مع راسي اوكي لا دابا انت قلت كتحط الفلوس اي لا بار اللي انت خاصك ديريها اللي هي تمشي تاكلي مزيان تشربي بزاف د الماء كتعكسي عليها مي باش غادي تحطيهم ما كتعكسيش عليهم دوكو دابا غادي نمشيو نتمشاو ما نصوبوش بريوات. اش هاد الصوت هذا ما عرفتش الى حيوان ولا الى طائر كيخلعني هادشي ملي كيطيح الظلام وكنكون بحال دابا كطيح عليا الظلام انا في الباك كنتمشى وغادي نرجع للدار ايبا قلبي كيبغي يسكت كنحس براسي بحال راني في فيلم دوغور. المهم راني لبست ما فيست تخرجت وافونسيت لقيت راسي ناسيه الماسك دوكو مطلعه كومسا مي اون جينيرال في لو بارك على غليبر جو بونس والله ما عرفت حتى واحد ما تيكون دايرو. دونك فوالا وحدي مع راسي غنتمشاو شويه بون لوبجيكتيف هو لو ميور اوبجيكتيف غادي يكون 10000 با اون فوا سي اون فوا فير لي 10000 با او با سينو ما قلتلكمش في يوتيوب مي غلاضيت يا لالا وغلاضيت عقلتي على غلاضيت اللي كنت كنقول لكم شحال هادي اي با نو كثر منا دابا عندي لو بوا لا دابا طيحت اون فات مي كنت وصلت لو بوا نتاع مني ولدت مالك si vous vous rappelez mes vidéos ni Allah walda le hinikat ou le shima partout et ben rani كنت في ديك لو بوا دابا طيح 3 كيلو ما وزنتش راسي هادي 2 سيمين وما وزنتش راسي جو هاد السيمانه هادي باسكو جو سوي في ما بيريود اي دونك سا سير ا ريان انني نوزن راسي كنكون شويه من فوخين اي اوسي باسكو جي ديرايي اي خفت
خفت نوزن راسي نلقى راسي زدت وصدق عرفتيني مديموتيفيا واكله ديكو قلت نو ما غاديش نوزن راسي سكو جو في سي كو بديت لا كافيتاسيون هي بحال اللي كتهرس لا ماس غريسوز درت دابا لا كريوليبوليس بحال اللي شتيو بوغ ديتخويغ لا غريس ومازال غادي نديرها اوسي في لي كويس اونش بغيف غادي ندوز على غداتي كامل غنكراسي غادي نضعفو بلو فخوا شنو اخر سينون جو بخون دي تيزان pour qu'ils oublient les toxines mais d'être avec Chicamel de ça pendant 7 jours ou d'avoir qu'un autre d'autres je ne accorde qu'un autre quand d'ailleurs le régime le top body sèche une personne y est lève ou ouais il est bien mais parce que si on a des ouvriers de maquillage parce que parce que deux un acte ouvrier de maquillage ou ouvrier de maquillage à l'homme et donc ça la page de maquillage ou d'abord d'ailleurs le jeune intermittent vous dites tout le verre moi دونك دون ان هادي شهر ونص تقريبا طيحت 3 كيلو مازال الخل قدام المهم 3 كيلو خاصني نطيح باش زعما نوصل لو بوا ديال الايديال خاصني مازال نطيح 8 فوالا المهم عطيتكم الابديت نتمشى نعاود نتلاقاو بون ديك لا مارش ديال البارح غبرت تما ما عاود بنت دونك اليوم نهار الحد هاد النهار كان عندي ام سي بي شارجي في الصباح باسكو كنصوب واحد اون غوسيت ميتي غوسيت اللي نبغي نبارطاجيها معكم في اطار التحضيرات ديال رمضان دونك ما غاديش نحرقها هنايا بيان سور سي جو لا ريوسي اي دونك دابا لقيتوني كنقاد لا فيديو اللي غادي نحط هي لا فيديو لا فيديو اللي قبل دونك لا بروميير فيديو غنوريها لكم دونك فوالا لا فيديو هادي ام باك دو روتور نهار معايا اللي فيها لا روسيت ديال بيتزا بون غنخلي لكم ديجا لا فيديو هادي سواء بابا كنتو باقي ما شفتيوها اي بور فو دير لا فيديو جيتي سونسي نحطها ان فيت فيلميتها فوقاش لو 15 مارس صافا فيلميتها لو 15 مارس اوني لو 21 جيتي سونسي نحطها نهار الجمعه وتعطلت وفتلي قلت اوكي خليها لنا لحد وشي وحده اللي مخلوعه راجعه على اليوتيوب ومخلوعه هي انا بون دابا بقيتوني غنحط لا فيديو في يوتيوب اي نتلاقاو من بعد الوغ بور فو دير هادي الخمسه ديال العشيه راني مازال في لا روسيت ديالي ما قلت غادي نوريها لكم كوميم باش ندير لكم لو على بوش باش نشهيكم باش نبقاو تسناو هاد لا فيديو هادي ونهار اللي نحط هاد لا فيديو هادي قولوا لي ليلى حنا جينا ديك لا فيديو نتاع ويكاند افيك مو لي قلت لنا عليه Alors en fait, il y a où jette les pralins, ou les pralins et les pralinés. Donc il y a praliné noisette, ma le pralin diallo, praliné amande, ma le pralin noisette, ada pistache, praliné pistache, ma le pralin pistache. Donc adore Aline Delbium, dit que la petite recette secrète, les croûtes comme elle est, les Aline Hitalcom bientôt sur YouTube. Et donc vraiment, ben, déjà, hado, vous pouvez les préparer ce soir à tartiner, ou la faire là-bas des gâteaux, bref, vous pouvez faire plein de choses avec, mais Aline Delbium, je l'ai dit. لينا كنشوفوها بزاف سورتو دابا رمضان قرب وان تروك اللي كناكلوه بزاف فوالا المهم ما غاديش نحرقها لكم سينو سكو جي في دوبي توت الوغ سي كو لعبت مع البنات شويه درنا اون بيتيت اكتيفيتي بلي زو ان فيت ميلكا داروا ان سيت ويب اللي فيه كلكوز اكتيفيتي افير اي فوالا دونك في كلكوز اكتيفيتي حطيت هاد لا فوتو هادي هنايا في انستغرام الا كنتو باقي ما تبعيني فيه سيرو تبعوني هو ليلى زاوي اوفيسيال اي نكمل عرفتي وهاد النهار النهار الحد هذا ما درتش فيه حتى شي حاجه ملي كندير نهار الحد اللي هي توجه ديال الحوايج نغسل البنات ونصبن تصبين حتى شي حاجه هادشي باقي ما درتش ومازال في الكوزينه الوقت البدل الضائع نتاع نهار تاع نهار الحد هادي السبعة الاربع كاين شي نهار بحال هكا كتبدا الحاجه ما كتكملها دوق غنجيبكم قلت لكم كتبدا الحاجه ما كتكملها اجي اجي شوفوا اينات كتضحك ملي كتخرج من الدوش دونك دابا بسم الله غادي نقطعو علاش دايره دابا علاش جي بري ما دوش دابا غادي نقطعو سلو جبت السكيب خاصنا يجوني مثلثات مقادين خاصني القياس هو هذاك عاتي ماما ايناس غا من المويه لا تحبيبه غنقول لكم ماما كتحط المسطره
كتعبرها بالمسطره باش كومسا كتجيب الطرف كامل قدقد. جو بونس هاد الخياس هكا صغيور. جو بونس هاد القياس هذا اللي قطعت هنايا مزيان. ودابا نشوفو نجيبو خاه ولد عمو. ديالهم ياك حنا نشوفوها قالتلك اون فا كريي سي اون فا فوغ سا بيزا. المهم درت لها هنايا عطيتها لاباط جبخون خليها التون والمايس وجوجوت ان بو دو تون غاجوت شي حاجة. علاش درتي لهم هكا كيكي؟ علاش درتي لهم هكا كيكي؟ علاش درتي لهم هكا؟ فوالا المهم هاد النهار ديال الكوزينه ولا هاد ميديتيشن. دابا كان جو ان طران دو ديزيدراتي لي فرامبواز سا برون واحد ساعتين. جي في لا ميم شوز بور لي مونك بور لا ريسيت سيكريت لي قلت لكم عليها. اي فوالا المهم نمشي نكمل سلو. ملك تبارك الله عليك. قولي الله يبارك فيك. قولي شو 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 قولي الله يبارك فيك. يبارك فيك. خليك ليلي ليلي. بون لي شيري هانتوما دوزتيو معايا الويكاند فيديو ويكاند افيك موا ويكلي فلوغ بحال لي كيعجبكم سون شيشي. ما خبعت عليكم حتى شي حاجة. دي تخوك لي درتهم ولي مكلهم يتوراو راه وريتولكم. لي تخوك تاع لا روتين نورمال راه ما وريتهملكمش. اي لي تخوك لي مدرتهمش راني قلتهملكم. دونك جيسبيغ فيغمون ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم. الا كانت اول نوبة غادي تشوفو لاشين ديالي غادي تفرجو في اون فيديو ديالي. متنساوش انكم تابوناو لاشين. الا عجبتكم لا فيديو ان بوتي لايك. اي ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديدة نهار الجمعة مع جوج ديال النهار لي غتكون فيها لا غوسيت ميستير لي جربت لي زوينة ولذيذة وغادي تعجبكم.